ناخد سود. مثال بسيط خالص على حته الاون والاوف دي. لو انا رسمت دايره بالمنظر ده كده، حاجه بالمنظر ده، حتى عارف الدايت ده المفروض يكون في حاله اون ولا اوف. انت عندك هنا هو مقاومه، وعندك دايت سيليكون، وادي بطاريه 2 فولت. طبيعي لما اجي افكر اقول الدايت ده محطوط عليه بطاريه كام؟ محطوط عليه بطاريه 2 فولت. بمعنى اصح، مش انا في الاول لما جيت ارسم الدايره كان عندي مقاومه وعندي ادي البطاريه ال 2 فولت؟ التفكير الطبيعي ان انا هحط الدايت ما بين انهي نقطتين؟ ما بين النقطه رقم 1 والنقطه رقم 2. طب انا قبل ما احط الدايت كان فرق الجهد ما بين النقطتين دول كام؟ نفترض ان هنا طبعا جراوند، طبيعي قبل ما احط الدايت كان فرق الجهد 2 فولت، لان المقاومه دي مش هيمشي فيها تيار، يبقى النقطه واحد متوصله بالاثنين يبقى واحد بتساوي 2 فولت، والاثنين متوصله بالجراوند يبقى فرق الجهد هنا كام؟ 2 فولت. طب انا هحط الدايت دلوقتي ما بين النقطتين دول، يعني الدايت هيتحط هنا، يبقى الدايت كده متحط على نقطتين، فرق الجهد ما بينهم كام؟ عبارة عن 2 فولت. فبالتالي هل الدايت ده هيشتغل ولا لا؟ مش الدايت سيليكون بيحتاج قد ايه علشان يشتغل؟ 7/10 فولت. فبالتالي الدايت هيكون في حالة ايه؟ في حالة اون. ده التفكير الطبيعي. فبالتالي الدايت هشيله واحط مكانه بطارية كام؟ 7/10 فولت. يبقى دي ابسط مسألة. طب تعالوا نصعب الليفل حبه. لو عملت مساله بالمنظر ده، ثانيه واحده، لو عملت مساله بالمنظر ده كده، تعالوا ناخد مثال تاني. لو مثال مثلا كده اهو، حطيت هنا دايره 1 كيلو اوم، 1 كيلو اوم، وحطيت هنا بطاريه برضو 2 فولت، وحطيت هنا الدايره اهو، عايزين نعرف الدايت ده هيشتغل ولا لا. والدايت برضو سيليكون، وتحت هنا كده حطيت ايه؟ حطيت جراوند. لما اجي ابص على الدايره دي هفكر بنفس الطريقه، مش الدايت محطوط ما بين انهي نقطتين؟ النقطه دي والنقطه دي. طب فرق الجهد ما بين النقطتين دول كان كام قبل ما احط الدايت؟ بمعنى اصح، لو بصيت على المثال اللي فوق انا قلت لك فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي كان 2 فولت، بس لما حطيت الدايت الدايت قلب بطاريه، ففرق الجهد ما بين النقطتين دول رجع بقى كام؟ 7/10 فولت. يعني الدايت لما بحطه بيعيد ترتيب حسابات الدايره. طب هنا قبل ما تحط الدايت كان فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي بكام؟ علشان اعرف ممكن اتخيل ان الدايت مش محطوط اساسا. يعني الدايت لو مش محطوط، لو حاجه بالمنظر ده، لو الدايت مش موجود اساسا، لو الدايت ده مش موجود، يبقى فرق الجهد ما بين النقطتين دول كان كام؟ اللي هي النقطة، ادي النقطة واحد اهي، وادي النقطة اتنين. فرق الجهد ما بينهم عبارة عن كام؟ أنا عندي هنا مقاومتين، المقاومة دي 1 كيلو والمقاومة دي 1 كيلو. طيب والجهد الأساسي 2 فولت. يبقى دلوقتي ال 2 فولت إيه اللي هيحصل له؟ هيتقسم ما بين ال 1 كيلو وما بين الإيه؟ ال 1 كيلو. يعني جهد النقطة دي هتبقى عبارة عن كام؟ هتبقى عبارة عن 1 فولت. إشمعنى 1 فولت؟ لأن المقاومتين متساويين. تخيل بقى دلوقتي ان انت جيت حطيت الدايت بتاعك، حطيت الدايت بتاعك على نقطة جهدها كام؟ 2 1 فولت. ادي الدايت للسيليكون اهو، حطيته على نقطة جهد النقطة دي عبارة عن كام؟ 1 فولت. جهد النقطة دي عبارة عن 1 فولت. هل الدايت هيشتغل ولا لا؟ السيليكون محتاج قد ايه علشان يشتغل؟ محتاج 7/10. فبالتالي هلاقي عندي ان فعلا الدايت هيشتغل. طب لو هيشتغل هشيله واحط مكانه بطاريه قيمتها 7/10 فولت. لو حد عنده اي اسئله وانا بشرح يقول على طول، لان هشرح على طول مش هستنى. يبقى احط هنا بطاريه 7/10 فولت. ثانيه بس قبل الناس اللي بتحاول تخش. يبقى هنا الدايت ده هيتحول لبطاريه قيمتها 7/10 فولت. يبقى ده كده بالنسبه للايه؟ للمثالين الاولانيين. تعالوا نصعب الامثله حبه، او نمسك المثال الاخير ونحاول ناخد كذا حاله فيه.
وعملت حاجه بالمنظر ده تاني اهو، نفس المثال 2 فولت، احط هنا مقاومه 1 كيلو اوم. بعد إذنك يا هندسة، بس اقبل الناس اللي هي عايزة تخش انا عشان قابلت خلاص خلاص، بيكلموني. ايوه ما انا قابلت الناس اللي كانت عايزه تخش. ما مش ينفع كده كل واحد يحاول يخش. بعد إذنك يا هندسة، أنت مش عندك أي خلفية عن الامتحانات إمتى؟ الامتحانات امتى؟ هو المفروض اسمه ايه ده الشفوي هيبتدي 28/5، هيقعد اسبوع مثلا. فالامتحانات بتاعتكم انتوا كان نازل جدول انتوا هتبداوا امتى بالتفصيل، كان تقريبا 4/6 5/6 في الحدود دي. يعني الامتحانات بتبقى في اول 6 عموما يعني، واخر 5 هيبقى شفوي بتاع. وحوار أنا الشفوي شايف جدول اللي فاتح ممكن هيبدأ يوم 11/6. الايه؟ لسه شايف جدول هيبدأ يوم 11/6. خلاص يبقى انتوا، انا فاكر الدفعات كلها تبدا من اول 5 تقريبا، مش عارف اعدادي 5 وبعدها اولى، مش عارف يعني مترتبين ورا بعض كده، مش فاكر بالظبط. بس اللي فاكره ان الشفوي 28، يوم 28. وامتحان الشفوي بتاعكم نظام انكم ممكن تمتحنوا عملي وشفوي علشان تكونوا عارفين، بس يعني احتمال الامتحان يبقى عملي وشفوي مع بعض. تعالوا ازاي نكمل بقى هندسة؟ ايه، نخش في المهمه بتاعتنا. لو عملت مثال بالمنظر ده 1 كيلو وجيت حطيت هنا كمان 1 كيلو، ما حطيتش بقى 1 كيلو، خليت دي بدل 1 كيلو اوم مثلا 10 اوم، وحطيت هنا الدايد السيليكون. عايز اعرف الدايد هيشتغل ولا لا؟ تعال نشوف كده الدايد هيشتغل. اول حاجه انا قلت لك الدايد محطوط ما بين انهي نقطتين؟ ادي النقطه الاولانيه النقطه رقم 1، وادي النقطه الثانيه النقطه رقم 2. طب تعال نشوف جهد النقطتين دول قبل ما احط الدايت. طب قبل ما احط الدايت، مش النقطتين دول اللي هي النقطه دي والنقطه دي متوصلين حوالين ال 10 اوم؟ ادي النقطتين دول موجودين على الايه؟ على 10 اوم. هو الطبيعي لو انا هفكر كده بمجرد النظر 10 اوم مقاومه قيمتها صغيره قوي، يبقى فرق الجهد اللي على المقاومه ده، هتلاقي ان الفي اللي فتح معاك يقفلها، هلاقي ان الفي بقى صغير قوي. مش عارف انا اشتغل ولا يا جدعان. طيب نكمل، انا كنت بقفل المايكات. خلاص بقى يا شباب محدش يقعد يفتح المايك، احنا مش في حضانه يعني. هنيجي نبص هنا، يبقى ال 10 اوم مقاومه قيمتها صغيره قوي، يبقى فرق الجهد اللي على المقاومه دي صغير قوي برضو. يبقى انا طبيعي بالتفكير كده يعني من غير ما احل المساله، السيليكون ده مش هيشتغل. طب عرفت منين يا عم؟ تعال نشوف. هو انا لو هحل المساله، ادي عندي ال 2 فولت، وادي مقاومه 1 كيلو اوم، وادي مقاومه ثانيه 10 اوم، وال 2 فولت ادي عليها المقاومتين. طب لما يحصل فولتج ديفايدر، لو عايز اجيب فرق الجهد اللي على 10 اوم، هقول ان الفي ايكوال الفي اللي موجوده على ار 2 اللي هي ال 10 اوم، هتساوي ايه؟ الجهد الاساسي ال 2 فولت في ال 10 مقسومه على 10 زائد 10 اس 3. يبقى انا كده جبت فرق الجهد اللي موجود على الايه؟ على 10 اوم. فبالتالي لما تيجي تحسب فرق الجهد ده هتلاقيه مثلا 1 من 10 فولت. هتيجي تسال نفسك هل الواحد من 10 فولت هيقدر يشغل السيليكون؟ مش هيقدر يشغل السيليكون. يبقى السيليكون هيكون في حاله ايه؟ في حاله اوف. طيب تعالوا نصعب المثال حبه. لو عملت حاجه بالمنظر ده، لو عملت رسمت دايره كده اهو، ثانيه واحده، عايز اشوف هل دايد السيليكون هيشتغل ولا لا. طبعا حد لو بيفكر في تفكير الامثله اللي فاتت، او حد اتسرع حبه في التفكير، هيقول ايه؟ ان الدايد محطوط على النقطه اللي فوق دي، انهي نقطه؟ النقطه دي. فيقول انا والله احسب جهد النقطه دي زي ما الباشمهندس كان بيحسب فولتج ديفايدر. فقبل ما احط الدايد، ما انت كده كده بتعتبر في الاول الدايد مش موجود، كانه مش موجود. فقبل ما تحط الدايد، ثانيه واحده،
قبل ما احط الدايت يبقى جهد النقطه دي هيساوي كام؟ هيساوي 1 فولت، يبقى جهد النقطه دي 1 فولت من قبل ما احط الدايت. طيب هل الدايت السيليكون هيشتغل لما يتحط على نقطه جهدها 1 فولت؟ طبعا هتقول الدايت بيحتاج قد ايه؟ 7 من 10 فولت، يبقى طبيعي الدايت هيشتغل. بس في الحقيقه المساله دي الدايت هيكون في حاله اوف. طب اشمعنى في حاله اوف؟ لان الدايت بيشتغل بفرق الجهد. فرق الجهد ما بين ايه وايه؟ ما بين الانود والكاسود. بمعنى اصح بص على الدايد اللي فوق، ادي الدايد، فين الانود اللي هو جهد النقطه رقم 1، فين الكاسود جهد النقطه رقم 2، اطرح جهد 1 ناقص 2 في 1 ناقص في 2 هتساوي في 1، اتفقنا 1 فولت لان ال 2 فولت هتتقسم بالتساوي على ال 1 كيلو وال 1 كيلو، يبقى 1 فولت ناقص ال في 2 بكام؟ بنص فولت، يبقى 1 ناقص نص هيدي لي كام؟ هيدي لي نص فولت. يبقى فرق الجهد اللي على الدايت نص فولت. هتيجي تسأل نفسك هل النص فولت ده هيقدر يشغل الدايت السيليكون؟ طبعا لا. اشمعنى؟ لان السيليكون بيحتاج قد ايه؟ 7 من 10 فولت علشان يشتغل، فبالتالي الدايت السيليكون ده هيكون في حاله ايه؟ في حاله اوف. طب تعالوا كده ناخد مثال تاني، ناخد مثال في قلبين الحاله الخاصه بقى اللي هو كذا دايت توازي مع بعض. لو رسمنا مثلا حاجة بالمنظر ده، لما اجي ابص كده للمساله دي كده يا شباب عايز اعرف انهي دايت هيشتغل وانهي لا، هتيجي تلاقي هنا في حاله خاصه. فين الحاله الخاصه؟ ان انت عندك اتنين دايت توازي، ادي الاتنين دايت توازي. طب بالنسبه للاتنين دايت توازي دي شوف كل فرع محتاج قد ايه علشان يشتغل. الفرع الاولاني محتاج 7 من 10 فولت، اشمعنى؟ لان في هنا دايت سيليكون. طب الفرع الثاني محتاج 3 من 10 فولت، اشمعنى؟ لان في هنا دايت ايه؟ جرمانيوم. طب طبيعي لما يكون عندك فرعين كل الفرع في فرع الجهد بتاعه اقل من الفرع الثاني اللي بيشتغل صاحب الجهد الاقل. بمعنى اصح لما اجي ابص في الدايره دي كده هلاقي اللي يشتغل هو الجرمانيوم. طب اشمعنى الجرمانيوم هيشتغل والسيليكون مش هيشتغل؟ تعال نشوف. انا لو جيت احل الدايره ادي ال 2 فولت وادي ال 1 كيلو اوم، وفي هنا 1 كيلو اوم، والجرمانيوم لما يشتغل هيتحط مكانه بطاريه 3 من 10 فولت. طب والسيليكون محطوط هنا كده توازي مع الجرمانيوم. يبقى اول حاجه انت شغلت الجرمانيوم اللي هو صاحب الجهد الاقل. يبقى اول حاجه شغلت الايه؟ شغلت الجرمانيوم. طيب والسيليكون توازي مع الايه؟ توازي مع الجرمانيوم. دلوقتي عايز اعرف هل السيليكون ده هيشتغل ولا لا؟ ركز كده على السيليكون، ادي الدايد السيليكون اهو. هتلاقي ان في توازي معاه، بطاريه قيمتها كام؟ 3 من 10 فولت. يعني فرق الجهد اللي على الدايد السيليكون ثابت، اول حاجه استنتجتها ان فرق الجهد هنا ثابت وبيساوي كام؟ 3 من 10 فولت. طب هل ال 3 من 10 فولت دي هتقدر تشغل السيليكون؟ لا مش هتقدر تشغل السيليكون. اشمعنى؟ لان السيليكون محتاج قد ايه؟ على الاقل 7 من 10 فولت علشان يشتغل. علشان كده بقول لك لو في عندك فرعين بالمنظر ده الاثنين توازي مع بعض، واحد فيه جرمانيوم وواحد سيليكون اللي بيشتغل صاحب الجهد الاقل، لان صاحب الجهد الاقل لما يشتغل طبيعي هيثبت فرق الجهد عند الجهد بتاعه. فلو الجرمانيوم اشتغل هيثبت فرق الجهد ما بين النقطه دي اللي هي النقطه دي كده والنقطه دي عند الكام؟ يبقى فرق الجهد ما بين النقطتين دول هيبقى ثابت عند ال 3 من 10 فولت. فهل ال 3 من 10 هتقدر تشغل السيليكون؟ لا، فبالتالي السيليكون مش هي ايه؟ مش هيشتغل. طب تعالوا ناخد الحاله الخاصه من الحاله دي، يعني الحاله دي فيها جزء ايه؟ جزء خاص.
الحالة الخاصة بالمنظر ده، حاجة بالمنظر ده كده. نفس المسألة اللي فاتت، بس هحط حاجة في قلب المسألة تلخبط الدنيا. ايه هي الحاجة دي؟ ادي طبعا الدايد السيليكون، هحط هنا ادي الدايد الجرمانيوم بس معاه مقاومة، والمقاومة دي هسميها ايه؟ هسميها ار، وهحط هنا 1 كيلو عادي، وهنا 1 كيلو، وهنا هحط فولت، قيمة الفولت وليكن 2 فولت. نفس المسألة اللي فاتت بالظبط، بس الجرمانيوم بقى معاه مقاومة. طيب لو حد حافظ هيروح قايل ايه؟ ان الجرمانيوم هيكون في حالة اون، والسيليكون هيكون في حالة ايه؟ في حالة اوف. الكلام ده غلط. ليه غلط؟ تعال نشوف. انا قلت لك قبل كده السيليكون هيبقى في حالة اوف على اساس لما الجرمانيوم يشتغل هيبقى فرق الجهد اللي على السيليكون كام؟ 3 من 10. يعني الحالة القديمة كانت بالمنظر ده. نفس المسألة دي، 2 فولت، 1 كيلو، 1 كيلو، وحطيت الجرمانيوم بس توازي مع السيليكون. طيب الحالة دي كنت ليه بقول السيليكون مش هيشتغل؟ لأن لو حضرتك جيت تبص هتلاقي إن فرع الجهد ده عبارة عن كام؟ 3 من 10. فبالتالي الثلاثة من عشرة دي هل هتقدر تشغل السيليكون؟ لا، فعلشان كده هنا السيليكون ما بيشتغلش. طب في الحالة بقى الشاذة اللي هي الحالة دي، احسب فرع الجهد ده اللي هو الفرع اللي توازي مع السيليكون، هتلاقي جهد الجرمانيوم 3 من عشرة. طب بالنسبة لجهد المقاومة حضرتك أهملته ليه؟ يبقى لو جهد المقاومة دي عدى ال 4 من عشرة فولت، هتلاقي إن جهد الفرع كله عبارة عن كام؟ 7 من عشرة فولت. فبالتالي السيليكون هيشتغل. فبالتالي لو المقاومه دي كبيره، لو قيمه كبيره، طبيعي فرق الجهد اللي عليها هيكون ماله؟ كبير. طب لو فرق الجهد اللي على المقاومه دي كبير، يبقى السيليكون ايه اللي هيحصل له؟ هيشتغل، لان فرق الجهد الكبير هيتجمع مع ال 3 من 10، يبقى جهد الفرع ده تخطى ال 7 من 10 فولت. ما دام جهد الفرع ده تخطى ال 7 من 10 فولت، يبقى السيليكون هيقدر يشتغل، لانه محطوط توازي مع الفرع ده. توازي مع انهي فرع؟ الفرع ده كده. طيب تعالوا كده ناخد مثال بالارقام. لو حطيت حاجه بالمنظر ده، تعالوا ناخد مثالين، لان في مثال السيليكون هيشتغل ومثال لا. فين المثالين؟ ادي المثالين اهم. نبص كده للمثالين دول كده يا شباب. ادي المثال رقم واحد وادي المثال رقم اتنين. بالنسبه للمثال رقم واحد، بص على السيليكون. انا طبعا عندي في الاول طبعا جهد النقطه دي، لو ما فيش اي ضايد خالص، لو الفرع ده محذوف اساسا، هلاقي جهد النقطه دي 1 فولت. فطبيعي اول حاجه الجرمانيوم هيشتغل. طيب الجرمانيوم لما يشتغل، يبقى السيليكون محطوط على فرع، الفرع ده بيتكون من ايه؟ من الجرمانيوم، وبيتكون من المقاومه اللي هي 10 كيلو. على فكرة بالنظر كده أقدر أقول إن السيليكون هو كمان هيشتغل، لأن الجرمانيوم بيدي لك 3 من 10 فولت، وال 10 كيلو مقاومة كبيرة. مقاومة كبيرة بالنسبة لإيه؟ لأن هي محطوطة توازي مع ال 1 كيلو أوم، فهي كبيرة بالنسبة لل 1 كيلو أوم، يعني قيمة ال 10 كيلو مش هتأثر قوي على ال 1 كيلو أوم، فبالتالي هتلاقي فرق الجهد هنا كبير برضه، فهتلاقي فرق الجهد بتاع الفرع ده كده كله على بعضه يتخطى الكام؟ يتخطى ال 7 من 10 فولت. ادام هيتخطى ال 7 من 10 فولت، يبقى السيليكون هيكون في حاله ايه؟ يبقى السيليكون هيكون في حاله اون، يعني هيشتغل. يبقى ده كده بالنسبه للمثال الاولاني. طيب بالنسبه للمثال الثاني، تعال نشوف. يبقى هنا الدايد بتاع السيليكون في حاله اون، ودايد الجرمانيوم في حاله اون برضه، يبقى الاثنين دايد في حاله اون. طب هنا برضه السيليكون توازي معاه الجرمانيوم ومقاومه،
بس في الحاله دي هتلاقي السيليكون ما يشتغلش. طب اشمعنى؟ تعال نشوف. انا دلوقتي اللي توازي مع السيليكون الجرمانيوم بيدي لك قد ايه؟ 3 من 10 فولت. طب المقاومه دي قيمتها كبيره ولا صغيره؟ دي مقاومه صغيره جدا. خلي بالك لو الدايت ده اشتغل تقريبا ال 10 اوم هتبقى توازي مع الايه؟ مع ال 1 كيلو. فبالتالي لو ال 10 توازي مع ال 1 كيلو يعني المقاومه التوتال هتقل قوي، فهتلاقي جهد النقطه دي هيقل قوي، فبالتالي هيبقى اقل من ال 7 من 10، يبقى السيليكون مش هيشتغل. لو عايز اعرفها بمجرد النظر زي ما قلت لك، السيليكون فيه توازي معاه جرمانيوم 3 من 10 فولت ومقاومه قيمتها صغيره. مقاومه قيمتها صغيره يعني فرق الجهد اللي عليها ماله؟ صغير. فبالتالي مجموع ال 3 من 10 وفرق الجهد بتاع المقاومه هتلاقيه ما يعديش ال 7 من 10 فولت. فبالتالي السيليكون هيكون في حاله اوف والجرمانيوم هيكون في حاله ايه؟ في حاله اون. يبقى ده كده مثال تاني. طب بعض الامثله هيجي يطلب منك بقى ايه؟ تعال ناخد مثال كامل. في امثله هيجي يطلب منك تحسب التيارات بقى، وليكن مثال بالمنظر ده. لو اللينك فصل نفس اللينك يا شباب. تعالوا نشوف المثال ده كده يا شباب. انا دلوقتي عايز اعرف مثلا هيجي يقول لك ايه؟ هيسمي لك النقطه دي في واحد ويقول لك رقم واحد كالكيوليت في واحد. احسب جهد النقطه اللي اسمها ايه؟ في واحد. رقم اتنين مثلا كالكيوليت الاي دي واحد اللي هو التيار بتاع الايه؟ بتاع السيليكون، نسمي ده دي واحد. وكالكيوليت برضو ايه؟ اي دي اتنين اللي هو تيار الايه؟ تيار الجرمانيوم. يبقى هو طالب مني احسب الحاجات دي. تعال نشوف هنحسب الحاجات دي ازاي. اول حاجه قلت لك هتبص على المساله، تقريبا الاثنين دايد هيشتغلوا، لان دلوقتي السيليكون توازي معاه ايه؟ توازي معاه جرمانيوم، والجرمانيوم معاه كام؟ 10 كيلو اوم. فبالتالي الجهد اللي على السيليكون هو جهد الجرمانيوم وجهد ال 10 كيلو اوم. دي مقاومه كبيره، يبقى الجهد اللي عليها كبير، فبالتالي الجرمانيوم هيشتغل والايه؟ وبرده ال 10 كيلو اوم هيبقى عليها جهد كبير، فالكلام ده الاثنين مع بعض هيدوا لي جهد اكبر من 7 من 10 فولت. اكبر من ال 7 من 10 يبقى السيليكون شغال والجرمانيوم شغال. طب لما عرفت الاثنين شغالين ارجع حل بقى المساله تاني. يبقى انا دلوقتي كل اللي هعمله اهو، هاجي هنا كده ادي الاثنين فولت وفي هنا مقاومه 1 كيلو اوم 1 كيلو اوم، السيليكون 7 من 10 فولت والجرمانيوم 3 من 10 فولت والمقاومه اللي تحت 10 كيلو اوم. طب هو طالب مني ايه بالظبط؟ اول حاجه جهد النقطه اللي اسمها في واحد اللي هو جهد النقطه دي، عايز جهد النقطه دي كده، عايز اعرف احسبها. تعال نشوف هنحسبها ازاي. بالنسبه للنقطه اللي اسمها في واحد، اي نقطه خدها قاعده، اي نقطه علشان تعرف الجهد بتاعها هتقف عند النقطه بالقلم وتنزل للجراوند. طب لو وقفت عند النقطه دي ونزلت للجراوند هعدي على البطاريه اللي هي 7 من 10، يبقى اقول ان الفي 1 ايكوال 7 من 10 فولت. هتيجي تقول لي طب ليه ما مشيتش الطريق ده؟ ليه ما مشيتش الطريق ده؟ اي طريق هيطلع لك الفي 1 ب 7 من 10 فولت، بس حضرتك بتاخد الطريق الاسهل. ايه هو الطريق الاسهل دايما؟ اللي فيه بطاريات بس، لان لو فيه بطاريات بس هجمع الجهود بتاعتهم وخلاص. طب انا الطريق ده فيه بطاريه واحده قيمتها 7 من 10 فولت، علشان كده خدت الطريق ده كده للايه؟ للجراوند. طيب عايز احسب بقى تيار الجرمانيوم الاي دي 2 هتساوي مش جهد النقطه دي 7 من 10 فولت، شيل منها ال 3 من 10 فولت واقسمها على ال 10 كيلو، يبقى الاي دي 2 7 من 10 ناقص 3 من 10 على 10 اس 4، هيطلع لك تيار الدايد الايه؟ الثاني. طب لو عايز الاي دي 1 استخدم بقى قاعده النودات ازاي؟ مجموع اقف عند النقطه دي اللي هي 7 من 10، اقول حاجه بالمنظر ده 7 من 10 ناقص 2 على كام؟ على 1 كيلو، زائد 7 من 10 مقسوم على 1 كيلو، زائد
سبعة من عشرة ناقص ثلاثة من عشرة على 10 كيلو. الكلام ده هيساوي التيار اللي هيمشي في السيليكون اللي بسميه اي دي 2. يبقى من المعادلة دي اقدر احسب قيمة ايه؟ قيمة اي دي 2. يبقى ده كده بالنسبة للايه؟ لازاي اقدر احسب التيارات وجهد النقطة بتاعت الايه؟ بتاعت الفراغ كلها. طب تعالى ناخد كمان مثال. مثلا لو عامل لنا حاجة بالمنظر ده. نفس المسألة اللي فاتت بالظبط. لما نيجي نبص للمسألة دي كده يا شباب، عايز اعرف اسمه ايه ده؟ السيليكون هيشتغل ولا لا؟ والجرمانيوم هيشتغل ولا لا؟ طبعا انت ممكن تيجي تقول لي السيليكون توازي معايا الجرمانيوم اللي هو 3 من 10 فولت، وال 10 كيلو اللي هي كام؟ اللي الجهد بتاعها كبير. طبعا انا بقول المقاومة دي كبيرة بالنسبة لايه؟ بالنسبة للمقاومة التانية اللي هي دي كام؟ 1 كيلو اوم. يعني المقاومات اللي في الدايرة كلها 1 كيلو اوم، فال 10 كيلو هتاخد جهد كبير. جهد كبير من ايه بالظبط؟ من البطاريه الاساسيه اللي هي الواحد فولت. طب انا بالنسبه للدايره دي، هل السيليكون هيشتغل؟ هل الجرمانيوم هيشتغل؟ على فكره الدايد السيليكون والدايد الجرمانيوم هنا الاثنين هتلاقيهم في حاله ايه؟ في حاله اوف. اشمعنى الاثنين في حاله اوف؟ لان بالعقل كده اساسا لو ما فيش اي دايدات، يعني لو الفرع ده مش موجود اساسا، لو شلت الفرع ده كده هلاقي جهد النقطه اللي فوق دي بكام؟ فولتج ديفايدر، فلاقي جهد النقطه دي نص فولت. هل النص فولت هتقدر تشغل السيليكون؟ مش هتقدر تشغل السيليكون، بس على فكره ده نص فولت الجرمانيوم هيشتغل، يبقى الجرمانيوم هيكون في حاله اون، لان الجرمانيوم بيحتاج قد ايه؟ 3 من 10 فولت. يبقى دلوقتي بالنسبه للمساله دي يبقى الجرمانيوم هيكون في حاله ايه؟ في حاله اون ستيت. اشمعنى في حاله اون ستيت؟ لان جهد النقطه دي بنص فولت، جهد النقطه دي بنص فولت، والجرمانيوم بيحتاج قد ايه؟ 3 من 10 فولت. انما السيليكون استحاله يشتغل، يبقى السيليكون هنا يكون في حاله ايه؟ في حاله اوف. بالتالي لو حصل، لو طلب مني احسب التيارات، يبقى الاي بتاعت السيليكون بكام؟ الاي دي واحد بكام؟ بزيرو. اشمعنى بزيرو؟ لان السيليكون اساسا ماله؟ مش شغال، مش هيشتغل معايا. يبقى مسائل الدايت اللي بيطلب فيها اون او اوف معظمها بتبقى على الحاله الشاذه، الحاله اللي هي فيها ايه؟ اكتر من دايت ايه؟ اكتر من دايت توازن. طب مثلا لو جاب لي حاجه بالمنظر ده، اخر حته عندنا، لو اللينك فصل يا شباب هنكتفي النهارده بحته الدايد، وبكره هكمل الزنر لان عندي مشوار اساسا دلوقتي. فتعال نشوف لو عندي حاجه بالمنظر ده. تعالى نشوف انهي اللي هيشتغل. طبيعي لو مفيش اي دايد اساسا في الدايره، جهد النقطه اللي بتشغل الدايدات كلها بكام؟ هتلاقيها ب 1 فولت. اشمعنى 1 كيلو 1 كيلو فولتج ديفايدر 2 فولت هتتقسم بالتساوي عليهم، يبقى جهد النقطه دي هتبقى كام؟ 1 فولت. طيب السيليكون محتاج قد ايه عشان يشتغل؟ محتاج 7 من 10 فولت. طب الفرع الثاني محتاج، او الجرمانيوم محتاج قد ايه عشان يشتغل؟ الجرمانيوم هتلاقي محتاج 9 من 10 فولت علشان يشتغل. جهد النقطة اللي فوق لازم تبقى بكام؟ ب 9 من 10 فولت. طيب يبقى أنا عندي فرعين توازي، الفرع ده عايز 7 من 10 فولت، والفرع ده بيدي لي كام؟ بيدي لي 9 من 10 فولت. هتلاقي فرعين توازي، واحد جهده قليل توازي مع جهد عالي، يبقى الطبيعي اللي هيشتغل صاحب الجهد القليل، يبقى اللي هيشتغل هنا الإيه؟ السيليكون في حالة أون والجرمانيوم في حالة أوف. طب لو جيت عملت لك حاجة بالمنظر ده، طب ليه تاني الجرمانيوم بقى في حاله اوف؟ لان الجرمانيوم محتاج جهد كام؟ 9 من 10 فولت. طب الجرمانيوم توازي مع الايه؟ مع السيليكون. لو شلت السيليكون وحطيت بطاريه يبقى جهد النقطه اللي فوق 7 من 10. 7 من 10 اقل من 9 من 10 يبقى الجرمانيوم مش شغال. طب لو عملنا اخر حاجه، لو عملنا حاجه بالمنظر ده،
جيت حطيت هنا مع السيليكون مقاومة، والمقاومة دي 10 كيلو اوم. ساعتها الجرمانيوم هيشتغل والسيليكون هيشتغل. اشمعنى؟ انا قلت لك الجرمانيوم عايز جهد النقطة دي تبقى كام؟ على الأقل 9 من 10 فولت. طب دلوقتي النقطة دي محطوطة على الفرع ده، الفرع ده بيتكون من إيه؟ من سيليكون بيدي لك 7 من 10، والمقاومة ال 10 كيلو، المقاومة ال 10 كيلو كبيرة نسبيًا، فبالتالي هتلاقي جهد النقطة دي أكبر من كام؟ من 9 من 10 فولت. يبقى الجرمانيوم هو كمان شغال. خلاص تمام؟ يبقى ده يا شباب الجزء بتاع الإيه؟ بتاع الدايدات، اللي أعرف إمتى الدايد هيبقى في حالة أون وإمتى هيبقى في حالة إيه؟ السيليكون هيشتغل يا هندسة؟ الإيه؟ السيليكون هيشتغل هنا؟ السيليكون هيشتغل، السيليكون والجرمانيوم شغالين هنا في الحاله دي. خلاص تمام؟ يبقى ده اه كده بالنسبه للجزء الاولاني، الجزء الثاني عشان اللينك هيفصل هيشتغل، اللي هو الزنر هنشوفه بكره. قول قول بتقول ايه؟ هيشتغل السيليكون هنا؟ ايوه هيشتغل، شغال هنا في الحاله دي. هنا اون ازاي والجرمانيوم طيب؟ هيكون في حاله اون. ازاي السيليكون هيشتغل؟ ازاي يعني ازاي؟ مش جهد النقطه دي 1 فولت قبل ايوه ما احط اي دايت خالص؟ تمام السيليكون بيحتاج قد ايه؟ مش 7 من 10 فولت؟ تمام